السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا عام المجد للكرة المغربية، عام 2022 عام المجد للكرة المغربية بدون منازع اخويا. عام المجد كتابة تاريخ جديد في كرة القدم المغربية، يعني وهذا ما جاش غير جات خدمة، جات قاعدة، جات يعني جاو بزاف صوالح، يعني بزاف، وما جات يعني وصلنا غير هاك. عمرها لا تكون تاع غير هاك، عمرها تكون يعني بالجامي. لازم لك خدمة، لازم تخدم، سكنة تبنيها، تحرشها منها، دير دارها، دير منها، دير الحديد، دير منها، ومن بعد الداخل تقيمها وتبنتر ودير حاجة شابة وتراخر منها. مع القري عندك القرمود، قرمودة تتهرس ولا طلع بدلها قدامنا، تدخل عليك الشتاخة تولي تكتر ها كيما هاكا تولي بدل بدل، متخليش بدل، متخليش متخليش. لا لا لا، أنا نقول لك إنجاز تاريخي تحت عنوان صنع في المغرب، والحقيقة من حقائق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي سطرت مشاركة عربية تاريخية مثلما استضاف يعني مثل استضاف المونديال أول مرة في بلد العربي. هذا ما أكده نجاح المنتخب المغربي في الوصول إلى الدور الربع النهائي كأول منتخب عربي في تاريخ ينجح في بلوغ منطقة الثمانية الكبار. شتي لا ثمانية مع الكبار اخويا ماشي زعقة. كان يقول لك بلي انا قارعو للكبير، بزاف ناس هكا ربي يهديهم يقول لك انا قارع للمغرب تخرج. يا ولدي المغرب في كارديو فيل ولا شتقارع لها؟ شتقارع لها؟ شتقارع لها؟ قارع قطر، خرجت زيرو بوا، قارع روح استشفوا لو بيستشفوا استشفوا في قطر. والله العظيم راهي قاطر استشفوا فيها، عندكم قاطر استشفوا فيها، خرجت زيرو بوا. أنا تهدر لي على المغرب، شوف شوف يا جماعة، بس تهدر المغرب، المغرب في الكارديو فينال، أي في الكارديو فينال كوب دي موندا، راهي مع الكبار على بالك. على بالك راهي البرازيل وما كاش، البرازيل راحت، أي مع الكبار، أي مع الكبار. أنا نقول لك غادي يوصلوا دومي فينال، أنا نقول لك المستوى اللي فيه غادي يوصلوا دومي فينال. ونعاود نولوا، ولم يكن التأهل المنتخب المغرب قاهر الكبار مثل إسبانيا وبلجيكا في رحلته المونديالية مفاجأة لمن تابع جيدا التطور الذي عاشته الكرة المغربية بشكل ملحوظ في عام 2022، ويكتب الآن السطور الأخيرة لمسيرته الذهبية عبر مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم في قطر، يعني بوصول يعني إن شاء الله للنصف النهائي. ونجح مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم، الرجل الذي يدير الكرة منذ أكثر من 8 سنوات في المغرب، في صناعة الحدث وترجمته استقرار الإداري إلى إنجاز يعني مدوي مع المنتخب الأسود الأطلس في كأس العالم، بالحصول على بطاقة تأهل إلى كأس العالم مرتين متتاليتين عام 2018 و2022، ثم الفوز ببطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي في النسخة الحالية، ويمثل وصول مرتين متتاليتين إلى كأس العالم إنجاز حقيقي للمغرب، كما يمثل عام 2022 عام المجد بالنسبة إلى كرة القدم المغربية، حيث كان عام التألق للعديد من كبار لاعبيه حول العالم وحصد إنجازات كبيرة في أوروبا مثل حكيم زياش الذي توج مع تشيلسي الإنجليزي بطل لكأس العالم للأندية، وكذلك نفس يعني ياسين بونو حارس مرمى إشبيليا الإسباني على اللقب أفضل حارس مرمى في الليغا. من جهته تألق زميله أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، وفاز معه ببطولة الدور الفرنسي الممتاز، ولمع 10 لاعبين في أوروبا، وصنعوا للأسود الأطلس قائمة قوية، اختار من بينها المدرب وليد الركراكي مجموعة من أفضل اللاعبين. سيطرة المغرب لم تتوقف عند حد المنتخب الأول، بل حاجز أساسي وضعته الأندية في البطولة القارة السمراء خلال عام 2022، وهو عام المجد بالنسبة إلى المغرب
بعدما حاول يعني حول تعثره في البطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون إلى أمل كبيرة. وكتب يعني وكتب عام 2022 تفوق نادي الوداد الرياضي الذي حقق اللقب بطل الدور أبطال إفريقيا بعد مسيرة يعني مميزة للغاية، انتصار فيه على الأهلي المصري بهدفين دون رد في مباراة نهائية قبل أشهر قليلة تحت قيادة المدير الفني وليد الركراكي، ليصبح بطل إفريقيا ويفتح باب أمام سيطرة المغاربة بشكل عام على القارة ببطولات الأندية، حيث توج نادي النهضة بركان المغربي بطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2022، والتقى معا الوداد وبركان في كأس السوبر الإفريقي. ومن ملامح الانتصارات يعني نقولوا الانتصارات المغربية الكبيرة لكرة القدم في عام 2020، ونجحت الجامعة بالتعاون مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي في إقناع العديد من اللاعبين المهاجرين إلى أوروبا في اختيار اللعب لأسود الأطلس رغم حيازتهم جنسيات أخرى، والظهور بالبطولة كأس العالم واستخدام لاعبين صغار السن يمكنهم تقديم إضافة قوية للمنتخب يعني المغربي في السنوات المقبلة. وكتب عام 2022 نجاح المغرب في إقناع العديد من كبار اللاعبين في قيمة الفنية باختيار اللعب للمنتخب المغربي، يتصدرهم الموهبة الصاعدة بقوة عبد الصمد الزرزوري الذي لمع مع برشلونة الإسباني، وأحد أهم اكتشافات تشافي المدير الفني لفريق الكاتالوني، وانضم أيضا إلى المنتخب هداف يعني قادير في الملاعب الإيطالية هو وليد شديري الذي بات يمثل مستقبل الفريق في السنوات المقبلة، ويحسب يعني وإن يحسب للمدرب الركراكي نجاحه مثلما اكتشف لاعبين صاعدين في اختياره لأسماء لامعة ابتعدت لفترة عن صفوف المنتخب لتشارك في صناعة المجد الكبير مثل حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله والناصري مصراوي الذين كانت لهم خلافات حادة مع المدرب السابق فايد قبل إقالته هذا الأخير من منصبه. شو ناس يعني ما جات لي هاك يا جماعة، ما جات لي هاك. حنا وين كنا هضروا حنا الجزائر هنايا كيفاش ولات؟ يعني وين شاهدنا وين قلعت بوفاق سطيف تعقلوا 2008 كأس العرب، قلعت من ولاو الأندية تاوعنا ولاو يلعبوا شوف ولينا كمان ولاو كاينين. وفاق سطيف نهائي، لياسما نهائي، بجايا نهائي، العلمة دومي فينال، شلف أولمبيك شلف دومي فينال، ناس ولات باستك. جاو ناس اللي حطموا سبحان الله، رانا عارفينهم وتعرفوهم قاع، عليك ما يجيش واحد يقول لك منا ولا مني، يعني واحد جينا نهضروا الحقيقة كيما ذاك مؤمن صاحب الحسابات الضيقة، قال لهم حاوزوا نهار اللي طاحت الجزائر مين حاوزوا فايد، يا ودي ما يا ودي قول الحقيقة ولا على بالك بلي تخليني باش نجبد عليك، ما تقولش بلي حاوزوا فايد هو فمو قال يا ودي أنا ما بغيتش نقعد فايد، أنتوما ما خليتوش شيطوه الصحافة واه ولا لا، كاين تصريح تاع فايد نهار اللي ربحنا الروس وفتنا الدوزيام تو، شا قال؟ قال هذا التأهل نهديه كاع الجزائر إلا الصحافة الجزائرية. غوركيف خليتوه يخدم، غوركيف انتوما غوركيف على بالك نهار اللي راه شا قال لهم؟ قال لهم لم أرى ما عمري لا استنى الناس كيما لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت ولا؟ ما خليتوش الناس تخدم، واللي ما راش يخدم وتشوفوا بلي كنا في القمة وهو راك نقولوا لا خلي الاستمرارية مليحة، وين راهي الاستمرارية؟ استمرارية كيما شو استمرارية كي دايرة؟ الناس كي دايرة؟ استمرارية الناس تخدم ماشي راكدة، الناس هي راكدة سي محمد، كثر خير السفارات الجزائرية ومنير دبيش راه يجري منو يلقط منو راه يرقع، وما الناس هي راكدة، الناس مازالت راكدة، الناس مازالت في عماهم، أنا نقولكم إلا صرا لينا ولا وما على بالناش ولا شا كاين ولا كيباه، على بالناش راه كاين،
انا ديالها خدمت باش وصلت هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وربي معكم صحيت اخوتي، واللي مشي ابوني معنا.